بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو ليهم، غنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، 60 غرام ديال السكر ناعم، خميرة الكيماوية عندي هنا 7 غرام، كيس ديال الفاني بيضة كاملة، نص كاس ديال الزيت، والدقيق كيبقى حسب الخليط. في إناء تنوضو الزبدة تكون على درجة حرارة المطبخ، نضيف على السكر ناعم، نضيفو الفاني. الزبدة من بعد ما خدمناها مزيان مع السكر، غنضيف ليها الزيت، من بعد ما خدمنا الزيت مزيان دخلناه في الزبدة حتى ولا خليط واحد، غنضيفو البيض. كذلك غندير الدقيق شويه بشويه مع الخميره كما هو، هاي العجين ديال صابلي من بعد ما كنجمعوها غادي ندخلها للثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة ونتلاقاو من بعد باش نسرحوها. من بعد ما وضعنا العجينة في الثلاجة كتبرد حتى لمدة نصف ساعة، دابا غادي نسرحها. العجينة ديال صابلي هاهي سرحناها، غادي نجيبو مقطع وغادي نبداو نقطعو العجين ديالنا بهذا الشكل. عندي هنايا شي بارت، شفت هنايا طابية ديال السيليكون، هي لي غنطيب عليها صابلي. تقدرو نتوما ديرو فقط بلاطة، شوفو فقط بلاطة. صابلي من بعد ما طيبنا هكا تيجي بالشكل ديالو. عندي هنايا مربى ديال المشمش، غادي نلصق به صابلي ديالنا مع بعضو. ما لصقنا صابلي كنجيبو الشكلاط دوتو بحمام مائي مع الزيت، ضفت عليه واحد المعلقة صغيرة ديال الزيت. دابا غادي نغطيو الصابلي ديالنا بالشكلاط، you
عندي هنايا كذلك الشكلاط بالحليب، تا هو دوبته في حمام مائي وضفت عليه شويه الزيت،